مخلف صعيب مخلف صعيب يا زمان تهنا في متاعبنا ليه بين مرين للأسف ضعنا كل ما اخترنا درب احترنا الخير في كل بيت صوما مقبولا وإفطارا شهيا. مطلبي بسيط جدا، زراعة كبد لبنتي وعيش أنا وأسرتي حياة كريمة وبس. إنني متعاطف جدا معك، ولكنك استخدمت طريقة خاطئة للقطف وتروي الناس. لما توصل لطريق مسدود وتشوف بنتك قدامك تموت، وقتها خلاص يضيع الاحتكام للعقل وما يبقيش معاكم من الأشياء الممكن لإعادة توازن لحياتك المنهارة. صح أنك مظلوم، لكن لو فكر زيك 25 مليون يمني فت الدنيا صارت فوضى. اسمعي يا حلوة، اللي يده في المي مش زي اللي يده في النار. شوف، مستحيل يصدقوك انك خطفت الباص وبهدلت بالناس هذو كلهم من اجل علاج بنتك. ضروري تكون طلباتك كبيرة، ارفع سقف مستوى طلباتك عشان يحترموك ويصدقوك. طلبات كبيرة؟ مثل ايش؟ ليش ما تسيش لوزارة الصحة وهي عتكفل بالعملية؟ انت شخص محتال وتحاول تضحك على عقولنا بقصة مفبركة. السلام عليكم. خلص برجع كلمك بعدين. وعليكم السلام، اي خدمة؟ هل مع الوزير موجود؟ معك موعد مسبق. لا والله. هل انت من اقربائه؟ يا ريت. طيب من طرف من مرسل؟ من طرف ارحم الراحمين، ما بش غيره. طيب ايش تشتي منه؟ والله شرط ضعه، مسكين الرجال قالوا جاوع. ايش؟ واحد يشتي الوزير، اسالك بالله ايش تشتي منه؟ اكيد يحل له مشكلة. طيب ايش مشكلتك؟ شوفي، هذا ملف بنتي وام،
تحتاج عملية لزراعة الكبد ونشي نسفر بيها الخارج ومش معنا فلوس. طيب هل كلمت الوكيل المختص؟ قابلته وقال كل شيء بيد الوزير. شوف، أول تروح تجيب تقرير طبي من المجلس الطبي الأعلى. وبعده؟ وبعدها لما ترجع بقول لك. تقرير طبي؟ خير. رحت عملت التقرير الطبي، ومن دكتور لا دكتور، ومن خاتم لا خاتم، ومن اجتماع لاجتماع وانتظار للاجتماعات، حتى طلع التقرير الطبي. ممتاز جدا، هذا يعني انهم تفاعلوا معك. لا تستعجل يا توماس، خلنا نكمل لك القصة. اي خدمة؟ انا صاحب التقرير الطبي اللي من شان بنتي اللي تشيل زراعة كبد، نسيتي ولا ايش؟ طيب ايش المطلوب؟ هذا التقرير الطبي موقع من المجلس الطبي الاعلى. ايوه بس الوزير مسافر، ارجع له بعد اسبوع. انا خايف ارجع بعد اسبوع قد المريض مات. اسفة، الوزير في اجتماع، ارجع غدا. اسفة، الوزير في جولة ميدانية. الوزير مشغول. الوزير مشغول. الوزراء وجدوا من اجل ايش؟ يخدموا الناس، وانا ما بخرجش من هنا لما قابله، ما بجلس انتظر له زي الشحاتين، يلا. طيب انتظر شويه. طيب منتظرين. هي وكيف؟ الوزير الآن بيصلي، لما يخلص بدخلك. والله صلي تراويح نقاز اللقين. اين الوزير هذا؟ ادخل اقابله انا من نفسي. خلاص طيب تمام ادخل. معالي الوزير، هذا التقرير بنتي، حالتها صعبه جدا، وانا املي في الله ثم فيكم تساعدونا ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. انا من خلال ما قريت في التقرير انه بنتكم عمرها ما زال صغير جدا، ما نستطيعش نعمل لها حاجه لانه عمرها ما زال صغير، وهناك ناس اخرين احوج بالمساعده. يا معالي الوزير، هذه طفله في اول حياته، والعالم كله مهتم بالطفوله، ودعمكم وجهودكم واضحه من اجل الطفوله. طيب خلاص تفضل. ايش هذا يا معالي الوزير؟ هذه عملية زراعة كبد، حرام عليك، يعني يحتاج إلى مصاريف كثيرة، وأنت تصرف لي تذكرتين سفر. يا رجال اتق الله في نفسك. ايش؟ تحاسبني؟ احمد ربك إن أنا صرفت لك تذكرتين سفر. امشي اطلع برا. طلعت روحك. كفاية، والله إنك قطعت قلوبنا، كلنا معك وما بنخذلكش. أنت يا هبلة، إيش دخلك في قضايا ما تخصي؟ هذه قضية إنسانية تخصنا جميعاً، إذا كنا نحمل ذرة من الإنسانية.
انتم ما سمعتمش غير جزء من القصة، أنا بكمل لكم الباقي. قد صدعنا من كلام زوجي، وإيش عاد باقي من كلام؟ أشربي دواء الصداع. إنها من أبسط الحقوق أن تعبر المرأة عن رأيها. كنت أنا أحسب بس ضبحان، طلعتوا كلكم ضبحانين. مشوا حالكم، السوق تعبان تعبان. فرحان والله ما أنا ناقصك هذه الساعة، قوم اجزع من قدامي سكتة بسكتة. واعم هزاع، لو انتقلت ضابح مني افسح لي روح، حفظك ربي. يا جماعة نحن ما تقرأناش نفعل اللي فعلنا إلا بعد ما تكالبت علينا كل المصايب، قفلت كل الأبواب وبوهنا، وتلقينا أبشع الإهانات. أهلا أستاذة، تفضلي. هما والعلاج ما نفعش؟ طيب خلاص الآن بستأذن من المدرسة وباقي. يلا يلا مع السلامة. سلامة وأن بخير؟ لا والله مش بخير، صيح من شدة الوجع حتى ما تنامش في الليل، ومحتاجة رقود في المستشفى، أصلا عندها تليف بالكبد. أستاذة كنت أشتي منك لو سمحتي تسلفيني 50,000، وبعدين تقطعيها من راتبي حق الشهر هذا والشهر الواقي، انت عارفة مصاريف المستشفى غالي و... منين يا حبيبتي منين؟ والله لو كان معي ما يغلاش عليك، حتى لو تطلبي مليون بديلك. يعني بالله ما يكفيكمش؟ قلت احنا نشتغل معاكم براتب 25,000 ويتأخر بالشهرين والثلاثة، ووقت ما نحتاجكم توقفوا معانا كده تنكرون احنا؟ لو مش عاجبك عادي استقيلي، باقي مليان ديالنا مدرسات. انت استغليت انني قبلت اشتغل معاكم باي راتب بس عشان اوفر لك بنتي وعيش اسرتي بعد ما خرج زوجي من الشغل. انت من البدايه اللي وافقتي على ذا الراتب، واحنا ما جبرناش احد يشتغل معانا، ولو مش عاجبك عادي، لولا مدرستنا كان فاتكم حصلتوا نفوسكم الان بالشارع. احنا بكل الاحوال بالشارع اصلا، وقبلنا ان احنا نشتغل ب 25 بس عشان الحاجه اللي احنا خلتنا احنا نشتغل. احترموا المدرس قليل. ايش اكثر من كذا احترام؟ لما تصلح البلد بنصلح حال المعلم. كيف تشتي تصلح البلاد بدون صلاح المعلم؟ بالله عليك كيف تشتي يقدر يدرس وهو يعيش بأسوأ الظروف، حتى راتبه ما يسدش ربع احتياجاته، وكل يوم انتم تزداد طلباتكم، مش عارفين احنا ايش نشتغل معاكم، مدرسين فراشين منسقين حفلات، كم وكم بذكر لك. أو ذكرتيني، معنا احتفال عيد المعلم، تقدري تساعدي زميلاتك بتنظيف الكراسي وتجهيز الاحتفالات، لأنه زي ما تقولي بيجونا كبار مسؤولين لاحتفال عيد المعلم. تكريم المعلم يا تربوية يا أستاذة، احترامه وإعطاءه الراتب المناسب والوقوف جنبه وقت الشدة، مش بس اللي خطابات وشعارات أمام الكاميرات. تحياتي لك. أنا بذلك يا كاذية تستاهل كل الذي قلتي لها، والذي يتمنى كل مدرس يقوله ذول الظلمة. منش لله، خربتي عقل زوجتي يا سلام السرق. إن قضيتكم قضية إنسانية ومطالبكم مشروعة، ولكنكم تستخدمون طريقة خاطئة في التعبير عن مطالبكم، وإنني على استعداد لتوصفي لدى حكومة بريطانيا العظمى لتنفيذ كافة متطلباتكم. لا تصدقوه، هذا كذاب مثل حكومته بالضبط، ما يبحثوا إلا عن مصلحتهم، ولو صدقتوه أتحصري على مكان رائع، بس مش هنا بالسجن، وعتكوني إرهابية ومجرمة. أتمنى أحذرك. طيب وش أخبار بنتك الآن؟ إيش أقول لك بس يا ابو ويان، نزل سريع للصيدلية يجيب هذا العلاج. طيب حاضر العلاج بسرعة. هي خير يا دكتور، ايش في بنتي؟ بنتك تعاني من تسمم حاد، ليش تأخرتوا كل هذا الوقت؟ الظروف يا دكتور، أول مرة أسعفناها طلبت مننا المستشفى نص مليون رقود وعلاج وتأمين، احنا ما نقدرش ندفع كل مرة. خير إن شاء الله، أنا بكون صريح معك، بنتك تعاني من تليف بالكبد، وصلت لمرحلة مهددة بالحياة.
مهددة بالحياة. بنتك تعاني من إرهاق شديد وصعوبة في التنفس لأنها طفلة تحب تلعب وتتحرك. طيب إيش الحل يا دكتور؟ الله يخليك قل لي وأنا مستعدة أعمل أي شيء، أهم شيء بنتي إنها تتعافي. الحل تجلس فترة في المستشفى وأنتم شوفوا لكم حل مع إدارة المستشفى من شان الفلوس. طيب يا كاذية، من وين دبرتوا الفلوس؟ هذه قصة طويلة. سلفنا وبعنا ذهبي وعفش البيت، ما بقاش قدامنا غير الحل هذا على أمل نحنا نسدد حساب المستشفى. بعنا كل شيء، حتى العفش بعناه. سهل يا حبيبي سهل، أهم حاجة تقوم أم السلام إن شاء الله. ممنوع الدخول. وليش ممنوع الدخول؟ اشتي اشوف بنتي. عندنا اوامر ممنوع الدخول. ممنوع الدخول ليش؟ مجرمين والله قتالين قتلة، نحن سددنا كل اللي معانا حتى عفش بعناه. الاوامر هكذا، ممنوع تدخلوا حتى تدفعوا بقية الفلوس اللي عندكم. اشتي اشوف بنتي، اشتي اشوف حالتها، هي حية والله ميتة، ما لكم تمنعوني من بنتي؟ انا سادي بنتي. كلمهم قول لهم انها بنتي اشتي اشوفها مني. خلاص هدي امرهم الى الله، كله عند الله. هي كذي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، زي ما تحرموني من بنتي. ربنا كريم يا روحي، خلنا نروح لعند المدير نشوفه. ما يحق لكم يا مدير، ما يحق لكم تمنعونا احنا نشوف بنتنا. نشي نشوف بنتنا يا استاذ، هذه جريمه ضد الانسانيه. بعدين كل واحد طلع عنه قانون من راسه، ما فيش قانون في البلاد هذه ولا كيف؟ يا اخي نشتي بنتي، اشتي اروحها معي البيت، ما عاد اشتي تعالج، خلص تموت او تعيش العمر بيد الله، انا تعبت، قبل لي بنتي وبس. قبل ما تدفعوا الفلوس لا يمكنكم تاخذوا بنتكم، هذه مش جمعيه خيريه، هذا مستشفى خاص. خيريه مين وفتحيه مين؟ انا مش خارج من هنا الا بنتي، فهم الكلام ولا لا؟ والان اشي بنتي. لا يمكنكم تاخذوا بنتكم قبل ما تدفعوا فلوس. يلا يلا خرجوا من هنا ولا بستدعي الحراس يسحبوكم زحف. يا ناس نشتي بنتي، ايش ما تفهموش انتو؟ اخرجوا 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 الان ولا بستدعي الامن. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل. وما الذي حصل بعد ذلك مس كاذية؟ بعدين بعدين هزاع، أنا قلقانة على وئام، أشتي اطمن عليها ضروري. أنت عارف أنه ما في شبكة هنا، متى نجيب لك شبكة؟ اسمع، أنا بطلع الركب الآن الباص، وأنت حاول أنك تتحرك، شوف لو لقطت معك الشبكة، بس انتبه الشرطة تقنصك. تمام؟ تمام. هيا يا جماعة، هيا خلونا احنا نرجع للباص، هيا. يلا يلا
تعرف يا هيثم انه امس كان لك وحشه غير عاديه، انتبه تغيب علينا اكثر من اللازم، فاهم؟ ليش شفتينا سافرت ولا مت؟ يا سين عليك، الف بعد الشر عليك يا حبيبي، هذا عمر طويل ان شاء الله. طيب شو صراحه انت والعيال عندي قدكم بالدنيا كلها، الله يحفظك وارجوكم تسامحونا اذا كان قصرت عليكم هذه الايام. ليش خير؟ ايش في؟ انا خير خير، بس هذه الايام شفينا انا اشتغل على قضيه مهمه جدا وضروري اتفرغ لها تفريغ كامل، علشان كذا لا تغلقوش علي، تمام؟ وانا جيت قلت اليوم بجي اتغدى معاكم، اشوف بنت الحبوبه هذه، ايوه، واجلس معكم وبرجع بردل وبرجع الشغل مره ثانيه. ايش بقول لك؟ ها سميره بنتك اتصلت، ايوه، اتصلت لي بالشغل وقالت لي انا بلقي هي وزوجها والعيال عندنا يوم الجمعه، اذا انا مش موجود اعتذري لها بالنيابه عنها. ولا يهمك حبيبي، اكيد اغدى عارفه ظرفك واني بزيد اكلمه، ولا عليك شيء، يلا كل كل خير ان شاء الله. يلا ما قالوا خير يا رب. ماما خالة سعاد تشتكي عند الباب. أهلا وسهلا ويا مرحبا، أجيتي في وقتك. سامحيني على الإزعاج، بس وياهم شكلها تعبانة. إيش من إزعاج؟ اسمعي، أول بندخل نتغدي وبعدين بنتكلم. شكرا والله تغدينا. حبيبتي أنتي تعبانة يا روحي، سلامتك ألف سلامة. طيب فين أمي وأبوها؟ مسافرين يومين وبيرجعوا، وتصلبهم قوالتهم مقفلة، وزوجي بالشغل بتعز، مش عارفة ايش اعمل. فعلا البنت تعبانة، شكلها صفراء، لازم ناخذها المستشفى. لحظة، خليني اشوف هيثم عشان ناخذها المستشفى.